الزيادة السكانية المستمرة وزيادة الطلب على السلع والمنتجات الغذائية أسباب جعلت التوجه نحو توسيع رقعة الأراضي الزراعية أمراً حتمياً لمواجهة الطلب المتزايد وتأمين احتياجات البلاد من الغذاء. 1.5 مليون فدان، مشروع كبير طرحته الدولة للشباب وصغار المزارعين في خطوة نحو استعادة مكانة مصر كدولة زراعية كبرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من المحاصيل. في أكتوبر الماضي تقرر طرح المرحلة الثانية من المشروع أمام المستثمرين وشباب الخريجين بمساحات تقدر ب400 ألف فدان، على أن يتم طرح الأراضي للشباب في صورة شركات مساهمة بواقع 5000 دينار لكل منتفع. مشروع 1.5 مليون فدان يستهدف إنشاء ريف مصري جديد، حيث يغطي مساحات واسعة في مناطق الصعيد وجنوب الوادي وسيناء والدلتا، هي قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والإسماعيلية. يأتي ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين إلى 9.5 مليون فدان بنسبة زيادة تبلغ 20%، بجانب توسيع الحيز العمراني واستيعاب النمو الطبيعي للسكان. هذا المشروع يعد أحد ركائز برنامج خطوة نحو المستقبل الذي تتبناه الدولة، ويشمل عدداً كبيراً من المشروعات التي تستهدف التنمية المستدامة، حيث يعد هذا المشروع نموذجاً حياً للري المصري الحديث.